مصر تسعى لتسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية، وأشار شكري إلى سعي مصر لتسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة، مؤكدا تمسك الدولة المصرية بدولة فلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية العرب والمنعقد بمبادرة مشتركة من مصر والأردن للتأكيد على الموقف العربي الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. نروح مع حضرتك للقضية الفلسطينية وطبعا دور مصر في المصالحة، رؤية حضرتك. هو طبعا مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر وقضية العالم العربي، وأن مصر لا تألو جهدا بهذا الشأن. وبالفعل السيد سامح شكري لما بيتكلم امبارح عن جهود مصر لإجراء هذه المصالحة، شاءت الصدفة أن انعقاد وزراء الخارجية العرب بيتزامن مع مؤتمر للحوار الفلسطيني بتشارك فيه مختلف الفصائل الفلسطينية وعددها 15 فصيلا، بهدف توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسامات والخلافات الفلسطينية والإعداد للانتخابات المرتقبة لديهم، وهو ما يعطي صورة لائقة بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أمام العالم، لأن لهم قضية وهذه القضية تتطلب دعما دوليا كبيرا. فكيف يتحقق هذا التأييد الدولي بين متناحرين ومنقسمين ومختلفين؟ لكن بالفعل الحوار كان حوارا إيجابيا، والأشقاء الفلسطينيين أشادوا إشادة كبيرة بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنظيم هذا الحوار والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. طيب في نفس السياق، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان الفصائل الفلسطينيه تثمن جهود مصر والرئيس السيسي في رعايه قضاياها وتؤكد تحقق التطلعات وامال شعبنا. قدمت الفصائل الفلسطينيه المشاركه في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي انطلقت اعماله امس الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعايه مصر للقضيه الفلسطينيه. وخلال الاجتماعات تمت مناقشه القضايا المتعلقه بانهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني واجراءات عقد الانتخابات العامه الفلسطينيه، وده استكمالا لكلام حضرتك. بالضبط يا فندم، مصر تولي الشعب الفلسطيني اهميه بالغه، ولا يستطيع احد ان يزايد على الدور الذي قدمته وتقدمه مصر بهذا الشان. بالفعل يعلم الجميع ان لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الفلسطيني، وأنهم يدركون جيدا مدى إخلاص مصر وحرصها التام على مصالحه وعلى إقرار حقوقه المشروعة. لكن الانقسام الفلسطيني بدون شك طيلة السنوات الماضية كان له أثرا سلبيا بالغا على مسار القضية الفلسطينية، ومن هنا كان من المحتم إنهاء هذا الانقسام وبدء اتخاذ خطوات إيجابية فعالة لإجراء الانتخابات، وهو ما سعت مصر إلى تحقيقه وعقدت من ثم هذا الاجتماع الذي بدأ أعماله أمس وينتظر أن تختتم اليوم. توقعات حضرتك الانتخابات الفصائل الفلسطينية، وهيكون في توحيد ولا يعني إحنا بنحاول ومصر بتحاول وأيضا الأردن، يعني توقعات حضرتك؟ هو بدون شك اتضح من الحوار أمس أن الأشقاء الفلسطينيين بالفعل مدركين وأصغوا إلى الحكمة المصرية بشأن ضرورة إنهاء هذا الانقسام الذي يمثل عائقا كبيرا في طريق حقوقهم على مصالحهم، وأيضا إجراء الانتخابات لأنها حق ديمقراطي للشعب وللمواطن الفلسطيني، وتمثل تأكيدا للشرعية الفلسطينية التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الصحفي الرائع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت.